هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. جاني سؤال يقول شو معنى أني أحلم بالمشاهير اللي أتابعهم واللي أتابع يومياتهم؟ يعني من المعاني رؤية المشاهير كثير يدل على التعلق فيهم والإعجاب فيهم، أو أنك تشوف يومياتهم فتنتقل يومياتهم لأحلامك، فإنما هو حديث نفس. قد يكون يعني يصير له تعبير، إذا هذا المشهور تعرف أنه مشهور فيصير اسمه يرمز إلى شيء فلان، أو مركزه يعني مكانته أو حالته المادية ترمز إلى شيء لك أنت، إذا كان يأخذ معك أو يعطي معك أو كلامه معك. لكن كثير 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 حديث نفس بسبب إعجاب وتعلق وفي مجال. واحد يقول رأيت أن السيارة تتقلب فيني وطلعت منها ولا جاني شيء. الحمد لله خير. الله سبحانه وتعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قلنا معاني رؤية السيارة أنها تدل على مشيرك في الحياة، مشيك يعني في السيارة يدل على حياتك، كذلك قد تدل على الزوجة، يعني حياتك مع زوجتك تصير أفضل. يعني بالمختصر إذا طلعت شفت نفسك إنك انقلبت بسيارة وطلعت آمن، طلعت سالم ما فيك شيء، هذه قد تكون مشكلة تعدي منها تطلع بأفضل مما كنت عليه، أو حياتك تكون متوسطة ثم تصير إلى أفضل، أو حياتك فيها سوء ثم تصير إلى أفضل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فخير إن شاء الله. دخول البيت الواسع أو إنك تمتلك سيارة أو إنك تركب سيارة طيبة، في بعض الرموز سبحان الله العظيم تقترن بعضها ببعض، مثل المال مقترن بالأبناء. الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهي مقرونة ببعض. المركب الواسع، البيت الواسع، الزوجة الصالحة، الجار الطيب، هذه كذلك مقترنة ببعض. شلون اقترنها ببعض؟ لأنك تصاحبها، الزوج تصاحبها، السيارة تصاحب السيارة، الجار الصالح تصاحبه، البيت الواسع أنت فيه. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول فيه، اسمحوا لي أقرأ لكم حديث صح على الإمام الألباني، يقول أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. هذه كلها مقرونة ببعض، لأنك إما تصاحبها أو تكون معك في حياتك. يعني قد ترى سيارة تدل على زوجة، قد ترى بيت يدل على زوجة، قد ترى زوجة ويدل على بيت، فلان رأيت أني شريت بيت وبيت كان واسع قد يدل على زواج له، سيارة كانت هنيئة ومريحة زواج له قد يدل، فهذه مقرون بهذا. أو قد يرى أن تزوج فلانة زوجها فيدل على أنه بيشتري بيت أو أنه بيشتري سيارة، ما نقول هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. وشوف وش الحالة اللي أصلح لصاحب الرؤية وش يكون له فيقاس عليه. قال عليه الصلاة والسلام وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. فأفهم علي وش أقصد. قبلة الصلاة في المسجد من معانيها تدل على استعدادك لأمر أنت تبي تفعله، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، يعني قبل ما تدخل في الصلاة تبحث عن القبلة، تتجه للقبلة، فاتجاهك للقبلة عاد شلون تراها في المنام، بحث ولا أنك مخطي ولا أنك تصلي عكس القبلة، هذا لها معاني كثير صعب أنك تحجرها في سنابات، لكن تدل على اتجاهاتك في الحياة، تدل على مسألة بحثك عن الحلال والحرام، تدل على مراد تحصل له إن كنت يعني صليت اتجاه القبلة، تدل على الهداية، لأن القبلة الكعبة، القبلة الكعبة وصلاتك على القبلة اتصالك للحق. معاني كثير صعب أني أحصيها في سنابات هذه وأتكلم عنها، لكن الرموز اللي معها وحالك يشرح المعنى الصح. نماذج كثير لحديث النفس صعب أنها تحصى. رأيت أني أقدم على الكلية الأمنية وأنا أساساً في الصدق مقدم عليها ورحت أوقع الأوراق وقمت مبسوط من النوم، يعني وش معناته هذا حديث نفس ما لا شيء. رأيت أني وأنا أتمنى أني أشترك لزلر لؤلؤي، ورحت رأيت أني رايح الوكالة
وعطوني المفتاح وطلعت وبصمة وسبب كل هذه لأنك أنت شايل هم وتفكر فيها. عسى الله يرزق كل واحد منكم باللي يتمناه.